السلام عليكم طلابنا الأعزاء، ودرس جديد من دروس مادة الإنجليزية. واليوم درسنا على يونت 1 لسن 2، يعني الفصل الأول الدرس الثاني. طلاب، احنا ملاحظات كل مرة نقولها ونعيدها نفسها، انه انت كل يوم تحفظ 5 كلمات تكتبها كتابة املاء ومعاني حتى تصير عندك جيش قوي من المفردات تتغلب بها على الباقين كلهم، وتطلع أعلى الدرجات إن شاء الله، أو تحب الإحاطة بمادة اللغة الإنجليزية. يجب أن تتعلم ويانا المعاني وكذلك لفظ الكلمات. هاي ثانية. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثالثة، أنه دائما تدير لبالك تطلع قطع بالإنجليزية وتقرأها لهاي القطع، وتحاول تطلع على صفحة كل الكلمات الغريبة اللي انت ما تعرفها وتطلع معانيها، وكذلك تحفظ لك يومية فات 5. راح تشوف انت نفسك كلش سيطرت، وخصوصا بالعطل اللي ما عندك شيء. راح نبدأ اليوم بهذا درسنا اللي قلنا عليه يونت 1 لسن 2. I was ice skating and feel over. أنا كنت أتزلج على الثلوج، زين، عندما شنو انقلبت. هذا واحد رايح القاعة يتزلج مال الثلوج، شايفين هاي القاعات الجامدة، وانقلب. المهم بعد هذه قسمنا إياها إلى شنو، مجموعة من الجمل. إيش قايل؟ وين ودوا؟ اليرموك هوسبيتال accident and emergency، يعني ودوه الى مستشفى اليرموك قسم الحوادث اي الطوارئ. للطوارئ دائما احنا ندخل المستشفيات عن طريق شنو، قسم الطوارئ. I've hurt my wrist. ايش قال لهم؟ انا اذيت الرسغ مالتي. الرسغ مالتي لما وقعت، الرسغ هذا جاء النهاية مال الايد. إيش قال لولا؟ sit down، اجلس، please I need to take your details. قال لولا اجلس، نحب ناخذ معلوماتك، يعني الاسم والعمر وغيرها وشنو اللي أدى إلى ذلك. The doctor will see you very soon، يعني الطبيب راح يشوفك قريبا جدا. عادل، هو اسمه عادل. How did you do it؟ كيف فعلتها؟ يعني شون هذا اديت رسغك. I was ice skating and I feel over. أنا كنت شنو، أتزلج على الثلج عندما انقلبت، يعني وقعت. Do you think it is broken؟ سألهم، هل تعتقدون أنها مكسورة؟ probably غالبا أو يجوز غالبا لا، يعني هم بعدهم ما متوقعين. but you need to have an x-ray، يعني قالوا له انت تحتاج الى اشعة x-ray to make sure، للتأكد، تحتاج الى اشعة x-ray للتأكد. هسه ايش قال له؟ it's broken، يعني انها مكسورة، يعني مع الاسف مكسورة. I am afraid so. It is fractured here. إنها مكسورة هنا. زين، I am afraid. أنا خائف أو آسف إنها مكسورة من هنا. I am going to put your wrist in the plaster. قال له أنا راح أحط رزقك بالبلاستر، أو أحيطه بالبلاستر، أو ألفه بالبلاستر. 6 weeks. يعني راح أخلي بالبلاستر لـ6 أسابيع. هسه نجي بس نقراها قراية بالإنجليزي على مود أنت تتعلمها لفظها شلون. I was ice skating and feel over. When ودو اليرموك hospital accident and emergency. هسه نجي I've hurt my wrist. هاي هو دي يحكي اذيت رزغي. sit down، قال له please، يعني اجلس،
I need to take your details. أنا أحتاج أن أخذ منك المعلومات. The doctor will see you very soon. عادل الطبيب سوف يراك قريبا جدا. زين. How did you do it? كيف فعلتها؟ شلون أديت رزقك؟ I was ice skating and I fell over. كنت أتزلج على الثلج عندما انقلبت. Do you think it is broken? هل تعتقد أنها مكسورة؟ Probably not. But you need to have X-ray. قالوا له على الأكثر أو جوز أنه ما مكسورة لكن تحتاج إلى أشعة. بعد أن أخذوا للأشعة to make sure للتأكد it's broken. قالوا له أنها مكسورة. I am afraid so it's fractured hair. أنا آسف أنها مكسورة من هنا. I am going to put your wrist in the plaster for 6 weeks. 6 weeks. I am going to put your wrist in the plaster for 6 weeks. طلاب هذا اليوم أو هاي المحاضرة مشينا الدرس اليونت 1 لسن 2 عن التزلج على الجليد وكيف أحدهم انقلب. أرجو مشاركة الفيديو مع زملائكم لتعم الفائدة ويفتهمون الألفاظ مال الكلمات وكيف تقرأوها بقطعة مال الكتاب ومعانيها.